السلام عليكم يا شباب، هشرح لكم دايرة الميجرمنت اللي هي الكترونيك فولتميتر. الكترونيك فولتميتر وهنستخدم اللي هو اميتر فولور اميتر فولور فولتميتر. يعني ايه اميتر فولور فولتميتر؟ يعني هستخدم ترانزستور، والترانزستور ده هشغله او هيكون في وضع اللي هو الاميتر فولور، وهستخدم ريزيستنس ار اي واميتر والكونكشن بتاعتي. هنا عندي الكونكشن دي، الدايره دي يعني الهدف منها اللي هو بيقيس التيار. طب هيقيس التيار ازاي؟ هيقيس التيار بدلاله الفولت، انا اسف، او هيقيس الفولت بدلاله التيار. زمان، ايام زمان، ما كانش فيه فولتميتر، كان كل الموجود اللي هو البي ام ام سي اللي هو الاميتر اللي هو الروتيتنج كويل ده، والماجنتيك كويل اللي هو كان كويل بتمشي فيه تيار، فالسكيل بتاعك بيتحرك على حسب التيار. طب الفولتميتر، طب انا كنت عايز اقيس فولتميتر عن طريق الاميتر ده، فاحنا بنعمل كونكشن دي اللي بيسموه الكترونيك فولتميتر. حتى ايام زمان الكترونيك فولتميتر، ما كل موجود دلوقتي اصلا ديجيتال فولتميتر، سواء ايام زمان فبيسموه الكترونيك فولتميتر عشان هو هيقيس فولت بدلاله التيار. فانا مثلا عندي دايره في ابسط صورها ان انا هستخدم سيركت في شكل الاميتر فولور. اميتر فولور اللي هو عندي هنا ار اي، وده الفي انبوت اللي انا حطيته اللي هو انا عايز اقيسه، وهنا الفي سي سي بتاعي، وهنا الفي بي اي اللي هو الفولت بتاع اللي بين البيز والاميتر اللي هو 7/10، وهنا طبعا كارنت هيمشي اللي هو الاميتر كارنت الاي اي. طيب الدايره دي بالظبط لما نيجي نبص عليها نلاقيها ايكويفالنت للشكل ده، ان الفي انبوت عندي اهو، وفي هنا حاجه بتمثل لي بطاريه بتعكس الفولت اللي هو الفي بي اي بتاعي او اللي هو 7/10، وعندي ريزيستنس اللي هي الار اي، وعندي البيرمننت ماجنت كويل اللي هو الاميتر بتاعي. طيب الدايره دي انا ممكن اعملها بالشكل ده، واقول انا عايز كي في ال في الدايره دي، اعمل كي في ال في الدايره دي، فيبقى عندي الفي انبوت عندي هيساوي الفي بي اي زائد الفي اي اللي هي الاي اي في الار اي، هيساوي الفي بي اي زائد الاي اي في الار اي. الفي بي اي تقريبا 7/10، فهي قيمه صغيره فاحنا هنهملها، فبالتالي الفي انبوت بالنسبه لي هيساوي الاي اي في الار اي تقريبا يعني. طب جميل، احنا هنا عملنا تقريبا اللي هو احنا اهملنا الفي بي اي، فالفولت الانبوت في جزء منه ضايع يعني، فانا مش بقيس الانبوت فولتج بالظبط، لا في 7/10 منهم احنا ضيعناهم. فكده انا عندي الفي انبوت بيتناسب مع قيمه الاي اي بتاعي، فبالتالي انا عندي سيركت عايز اقيس الفولتج بتاعها، فانا احط الفولتج اللي انا هقيسه وهدخله هنا. طب ايه اللي هيحصل؟ في هدخله هنا، ايه اللي هيحصل؟ عندي في كارنت هيمشي في الدايره، الكارنت ده الاميتر بتاعي اللي هو انت بالنسبه لك دلوقتي اللي هو الديجيتال اميتر، انت هتقيسها بالديجيتال اميتر، هيبدا يقرا قيمه كارنت. فلما يقرا قيمه كارنت، فمثلا انا حطيت 5 فولت ولقيت القيمه اللي هو قراها نص امبير، حطيت 5 فولت طلع لي نص امبير، فكده انا استنتج ان السكيل بتاعي اللي هو ان لو حطيت 1 فولت فيطلع لي 1/10 امبير. فبالتالي لو انا عايز اقيس، انا بقيس فولت بقى مجهول بقى، ده فولتميتر، فانا بقيس الفولتميتر لقيت ان الكرنت اللي طالع لي او الكرنت اللي انا بقيسه على البيرمننت ماجنت كويل او الاميتر بتاعي لقيت انه حوالي 0.4، يبقى انا استنتج ان الفولت اللي انا بقيسه هو 4 فولت، اللي هو يعني كاني بظبط السكيل بتاعي. يبقى تاني البيرمننت ماجنت كويل ده عباره عن كويل بيمشي فيه تيار، فالسكيل بتاعه بيتحرك. الرينج بتاع السكيل ده بقى انا اللي بغيره على حسب انا عايزه في ايه، يعني هو لو انا مثلا حطيت فولت ولقيته انه وصل للاخر، يبقى الفولت اللي انا حطيته ده هو الفول سكيل بتاعي اللي هو اقصى حاجه انا اقدر ايه احطها بالنسبه لي. يبقى الدايره دي هي بتقيس فولت عن طريق الكرنت، بتقيس فولت عن طريق الكرنت اللي ماشي في الاميتر بتاعي، يعني بقيس اللي انا هيظهرها لي او اللي انا هيظهر بالنسبه لي هو الاميتر بس اللي هو الكرنت بس، يعني اللي انا بقيسه كله بيظهر عندي هو الكرنت، وانا بضربه في سكيل وبقول ان الفولت عباره عن قيمه الكرنت ده في السكيل. الطريقه دي كانت موجوده زمان قبل ما اخترعوا الديجيتال، او قبل ما اخترعوا الديجيتال فولتميتر.
طيب جميل، نيجي بقى للدايره اللي هي الدايره بتاعه العملي، اللي هي بيقول لك طيب خد بالك ان احنا في ايرور احنا شلناه، اللي هو كان بقول ان الفي انبوت بيساوي الفي بي اي زائد الاي اي في الار اي، والاي اي بالنسبه لي دي هنا اللي انا بقيسها او بقول الفولت ده المفروض ان هو بيساوي الفي انبوت. انا اهملت دي، طب لو الفي انبوت دي بواحد فولت دي 7 فولت، يبقى انا بالنسبه لي كان الفي اللي انا بقيسه هو 3 من 10، فكان الكرنت اللي انا بقيسه 3 من 10 متناسب مع بالنسبه لواحد ولا حاجه، فالفولت في ايرور كبير بالنسبه لي في القيم الصغيره. طيب قال هنعمل ايه؟ قال هنوصل 2 ترانزستور عكس بعض او مع بعض يعني كونكشن زي اللي هي موجوده في الرسمه بتاعتكم، بحيث ان واحده من هنا تعكس التغير بتاع الثانيه فتضيعه. تعالوا نشوف الدايره، ادي اول ترانزستور معايا، هنغير في الكونكشن شويه، هنا الفي انبوت بتاعي ودي الفي سي سي. طيب هاخد ترانزستور تاني بنفس الشكل هنا برضو بالفي سي سي، ترك انهم واصلين ببعض، وهنا برضو بمقاومة ار اي، واوصل الاميتر ما بين الاميتر ده وما بين الاميتر ده، ده الاميتر بتاعي. طيب هنا في في بي اي، في بي اي واحد، وهنا في في بي اي اتنين، وهنا بالنسبة لي عندي ده الانبوت فولتج الفي انبوت، وعندي هنا ده الفي بي، يبقى هنا الفي بي واحد بيساوي الفي انبوت، وهنا الفي بي اتنين سيبها زي ما هي دلوقتي. ترى عندنا كام لوب؟ عندنا 3 لوب، ادي اول واحده هنعمل كي في ال هنا زي الدايره دي، كي في ال هنا زي الدايره دي كده الشكل ده، وهنعمل واحده كمان هنا كي في ال هنا، هنعمل كي في ال في اللوب دي، وعندي اللوب الثالثه اللي هي دي لوب 3، يبقى عندي دي لوب 1 ودي 2 ودي 3. طيب شكل الدايره بقى يبقى عامل ازاي؟ تعالى على لوب واحد الاول، هنلاقي ان الفي انبوت بالنسبه لي هيساوي الفي بي اي زائد الفولت ده اللي هو الاي اي في الار اي، هسميه في اي واحد. طيب يعني انا ممكن اقول ان الفي اي واحد هنا بيساوي الفي انبوت ناقص الفي بي اي واحد، دي اول اكويشن معايا. نروح بقى اللوب 2 اللوب اللي هنا دي، واقول ان بالنسبه لي الفي بي اي 2 اللي هو ده الفي بي اي 2 الفي بي 2 الفي بي 2 اللي هو ده اللي هو الفولت ده ما بينه وما بين الجراوند، هيساوي ال في بي اي 2 زائد ال في اي 2 اللي هي الاي اي في الار 2 الار اي 2 دي، هنسميه في اي 2. طيب لو انا اخترت، لو قالك لو خلينا ال في بي 2 ده بصفر، فبالتالي ال في اي 2 هتساوي سالب في اي بي 2. تعالى نعمل، يبقى الفولت ده هنا المفروض انا هظبطه يبقى بصفر، الفولت هنا انا هظبطه بحيث ان هو يبقى بصفر الفي بي 2 اللي واصل على البيز الثانيه. طيب الاميتر ده المفروض ان هو بيقيس كارنت ماشي كده، المفروض ده هيبقى مقفول، فالاميتر ده لما يشتغل كارنت هيمشي كده، فبالتالي الفولت عليه هيبقى كده. طيب ده الفولت ميتر، الفولت بتاع الميتر اللي هو انا عايز اقيسه اللي هو بدلاله الكارنت، يبقى لازم يبقى فيه كارنت عشان بالتالي احس بالايه بالكارنت اللي ماشي فالاميتر يتحرك. طيب تعال نعمل بقى في لوب 3، لوب 3 هنقول ان الفي ام عباره عن في اي 1 ناقص في اي 2 او في اي 2 زائد الفي ام هيساوي الفي اي 1، يبقى الفي ام هيساوي الفي اي 1 ناقص الفي اي 2، ده ناقص ده هيساوي ده. طيب نعوض بقى من الايكويشن دي ومن الايكويشن دي، الفي اي 1 هتساوي الفي انبوت
ناقص ال VE بواحد، وهنا ناقص ال VE اتنين اللي هي السالب VBE اتنين. طب بقولك لما تيجي تختار الاتنين ترانزستور دول لازم هما الاتنين يبقوا قد بعض بالظبط، يعني او شبه بعض identical، بحيث ان ال VBE واحد هتساوي ال VBE اتنين. فلما الاقي ان ال VBE واحد ماينس ماينس يعني بلس، فبالتالي دي هتضيع مع دي، فهنا اقدر نوصل ان ال V الميجر اللي انا بقيسه بيساوي ال V input بتاعي من غير اي حاجة هعملها. طيب دلوقتي احنا قلنا ان ال V اتنين او ال V ال VB اتنين دي لازم تبقى صفر. طب دي هتبقى صفر ازاي؟ قالك هنوصل مقاومة هنا، واحدة كمان هنا، سميهم R3 و R4، دول هيشتغلوا في فولتج ديفايدر ومعاهم مقاومة متغيرة. المقاومة المتغيرة دي هفضل اغير فيها بحيث ان الفولت هنا يبقى بصفر، الفولت هنا يبقى بصفر، الفولت يوصل على VBE. طيب هنا انا هوصل ال VCC بتاعي. طب والناحية التانية؟ انا ممكن اوصل الجراوند، ممكن اوصل في الناحية دي الجراوند، ممكن يشتغل او ممكن ما يشتغلش على حسب. فهو بيقول لك الاضمن يعني عشان تشغله توصل عليه فولت بالسالب. فولت بالسالب ليه؟ بحيث ان تضمن ان الاميتر يكون شغال في الاميتر في الاكتيف ريجن، او الترانزستور يبقى شغال في الاكتيف ريجن بتاعكم، في الاكتيف ريجن بتاعته. فبالتالي انا هجرب اوصل الفولت ده بالسالب او اجرب اوصله بالصفر. اشتغلت كان يعني ما اشتغلتش، يبقى هوصل الكونكشن دي بحيث ان الفولت اللي تحت يبقى بالسالب. طب ازاي اجيب فولت سالب؟ هوصل يبقى عندي مثلا بطاريتين 2 فولت 9 فولت، ادي اول بطاريه وادي تاني بطاريه، ادي اول بطاريه لها موجب وسالب، تاني بطاريه لها موجب وسالب. السالب بتاع البطاريه الاخيره دي هاخده اوصلهم ببعض، المنطقه اللي هو السالب بالموجب ده بالنسبه لي الجراوند بتاعي، او بنسميه الفيرتشوال جراوند، اللي هو انا هعتبر ان النقطه دي جراوند بتاعي. فاي فولت هقيسه بالنسبه للنقطه بتاعتي ده اكبر من ده، فبالتالي هيبقى موجب، بس الفولت ده هيبقى بالنقطه دي اصغر، فبالتالي هيبقى بالسالب. فانا لو دي 9 فولت ودي 9 فولت هلاقي ان ده 9 فولت وده سالب 9 فولت. طيب انا عايز لما احط في انبوت، لما احط فولت هنا همشي كارنت اي بي، الاي بي هيمشي كارنت، هيمشي كارنت في الاميتر، فبالتالي يبدا يقيس الفولت بتاعي. طب لو انا مش حاطط فولت، انا عايز يبقى الفولت اللي داخلها بصفر، خلاص احط مقاومه ولتكن بول داون واصله بالجراوند. الجراوند ده اللي هو النقطه دي اللي هي الفيرتشوال جراوند، مش السالب ده، لان ده دلوقتي بقى سالب مش بالنسبه لنا جراوند. طيب بيقول لك ممكن كارنت يمشي في البيرمننت كويل بتاعك او في الاميتر بتاعك، يبقى الكارنت كبير. طب لو الكارنت بتاعك كبير هتعمل ايه؟ ما ممكن يحرق لك البيرمننت كويل. في الاميتر بتاعنا الاميتر بيقدر يقيس، يعني انت لما تيجي تعمل الدايره دي وعايز تشوفها شغاله ولا لا، هتحط الاميتر بتاعك يقيس الدايره هنا، يقيس الامبير اللي طالع. طب لو انا عايز اعمل ليميت للكرنت، اللي هو عشان خايف للتيار بتاعي يحرق الاميتر بتاعي لو هو تيار كبير، قال خلاص هتوصل معاه مقاومه سيريس، هنسميها ار سيريس، دي متغيره. طب المقاومه سيريس المتغيره دي المفروض انها هتعمل ليميت للكرنت، اللي هو كاني بالظبط زي التجربه اللي كنت بتاخدوها في اللاب، اللي هي اكستندد رينج، اللي هو بتزود الرينج بتاع الاميتر بتاعك، كنت بتوصل معاه مقاومه سيريس في الاميتر عشان تزود الرينج بتاعه. فكده كانك ايه، هتزود الرينج بتاعه، اللي هو هتعمل ليميت للكرنت، فما تضمن انه حتى لو عدى فيه كارنت كبير لا هيتعمل له يعني اتنويشن هنا، والاميتر يبدا يقيس الكارنت الصغير، اللي هو ده كان دي عملت ليميت للكارنت يعني. وهتلاقوا برضو في الدايره في حاجه اسمها ار ام، الار ام دي مقاومه الاميتر الداخليه، طبعا دي حاجه داخليه تبع الاميتر، كده كده الاميتر فيه مقاومه داخليه يعني. بس اتمنى اكون فدتكم يا شباب، وبس تعرفوا في الدايره دي ان الفولت اللي هو بتقيسه حوالي من 100 ملي فولت لحد تقريبا 25، لحد 25 فولت، فهو فولت اصغر من 100 ملي الدايره دي مش هتبدا تحس بيه اساسا. بالتوفيق يا شباب.